still stuck in what she's been doing. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم قال يا قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I don't know we can say sad news, but we accept the decree of Allah. Our beloved brother who used to be here in this masjid, you might say he's a founder of this masjid. We used to teach the kids here, Noor, from Niger, who returned to Africa long time ago. He passed away. Yes, that's the news we got. May Allah grant him Jannah. Yeah, he used to be here teaching the kids and giving also da'wah part of the community. Yes, no. Yes, may Allah subhanahu wa ta'ala give me Jannah. Yes, that's the part of the life. I used to say, when you reach 55, wait, it's your turn. Even before 55. But with Allah subhanahu wa ta'ala give you 60, every single day is wait to meet Malakul Maut is on your way. Wherever you are, death is waiting for you. And the death you're running to, also you're going to meet him. You will meet death, or death is waiting for you. They will tell a story. One lady from Italy, she said, any dream he had in his life appeared to him like it's real. For one day, they have a dream. The own husband take airplane and the airplane blow. And he said, the husband, don't go. If you go, you will die. I see that in my dream, the airplane.
and the husband stay and do not take the airplane. Of course, the train before they take off, an accident happened. But he ran now to his room to take the husband, and he find the husband is dead. You run into death, death is waiting for you. Yes, inshallah. May Allah, don't forget to make dua for him. Allahumma ighfir lahu warhamhu. We ask Allah, Allahumma sabbit man taqabahu inda al-mas'ala. Don't forget to pray for him, man. Good prayers, inshallah. Jazakumullahu khairan. No, maybe. He returned maybe. What year did he return? 2012 or 11? Where do you fit the pit here? No.